الحقيقه ان انا طول الوقت باسعد وبتشرف ان انا جزء من البورد المؤتمر الموحد اليوشيد، وجزء من الجمعيه المصريه للحميات، وجزء من فريق قصر العيني لمكافحه الفيروسات المنتقله عن طريق الدم. والحقيقه انه اتعلمنا في اليوشيد ان احنا اهميه توحيد الجهود، واهميه ان احنا نحط ايدينا في ايدين بعض عشان خاطر يعني نعمل فعلا اكشن حقيقي ينعكس على المعلومه اللي بتوصل لزمايلنا، وينعكس على الخدمه اللي بنقدمها للمرضى. والحقيقه بمناسبه اليوم العالمي للايدز، احنا حسينا ان عندنا كوميتمنت واهتمام شديد ان احنا لازم نقدم حاجه تقدر يعني تفلفل هذه الكريتيريا. وفعلا بتحقيق هذا التعاون احنا في عندنا برنامج ثري جدا جدا، هيكون فيه اكسبرس من مصر واكسبرس من الريجن في منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا، واكسبرس حتى عالميين، عشان خاطر يقولوا لنا كل الابديتس الجديده وكل الحاجات اللي احنا محتاجين نعرفها علشان خاطر نتعامل بشكل سليم وصحيح مع المشكله بتاعه الاتش اي بي، سواء كنا بنواجهها واحنا يعني اطباء مختصين في مجال الامراض المعديه والحميات، او حتى اطباء غير مختصين ممكن نقابل المرضى دول في حياتنا. احنا منتظرينكم يوم السبت 11 ديسمبر في فندق سيتي ستارز انتركونتيننتال، يوم علمي قوي جدا وثري جدا. الحضور ان شاء الله يكون فيرتشوال وفيزيكال. تشرفونا ونسعد بوجودكم في وسطينا.